حضر الانتماء بطل التيمم، إذا حضر النادي الأهلي حتى لو مباراة ودية اختفى الشغف بمباريات حتى لو كانت كأس العالم. هكذا نحن ممكن ناس تانية تبقى شايفة أن لا، الكلام ده يا جماعة أصبح كلام ربما يكون ساذج بعض الشيء في وجهة نظر البعض، وأن كأس العالم والاحتكاك والمباريات التي تقام على ملاعب والإخراج والتحكيم الجيد والمهارات الفردية والخطط في أرض الملعب كل ده جميل جدا، ولكن احنا بنتكلم عن شريحة كبيرة ربما تكون من جماهير النادي الأهلي، إن لم يكن هي الشريحة الأعظم، إن لم يكن كل جماهير النادي الأهلي بلا استثناء ظننا إن مباراة الأهلي والمقاولون مهما كان في توقيت لأي مباراة أخرى هتلاقي دايما شغف جماهير النادي الأهلي هي مباراة الأهلي والمقاولين. كان مستر كولر في بداية الموسم وفترة الإعداد كان في بعض المباريات الودية الجماهير كانت على السوشيال ميديا محتاجة بس تشوف هدف أو لقطة أو تعرف نتيجة، وكان عندها شغف كبير جدا، وكانت قناة النادي الأهلي مسجلة المباريات، ولكن بفرمان من مستر كولر كان الكلام مفيش إذاعة للمباريات دي عشان عندنا مباراة مهمة جدا في دور الـ 32 مع الاتحاد المنستيري. فشغف جماهير النادي الأهلي هو شغف الانتماء، هو الماء إذا حضر بطل التيمم. فإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة الغد أمام المقاولون العرب اللي أكيد هيكون عندنا وقفة معاها.